السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبتي وايدي السلام دوك ملك السوق جوكتين شنال كان قد ويني سيمو عشور وفشيال عشور وفشيال هدك عصبت السود وقنبلا الكفراء سيا سحبتي ذا أغيها النقطة آدي آدن وكاق مهد عليها سيدو وناكسن إلى شقيس أصحابته سيدو وناكس إلى شقيسو أصحابته إذا كلا أو ما ركت هاتي إني وصوب بيرتربتنا سود وهذا قام فرن قلبي فرن يتسافي إذا كسود ويها إن وأجد أيامها يوتيوب استبجوك ألو جوجا إن شاء الله إن وحياب بدن وصورنا بروجرام يال كلا نوصورا إن شاء الله دو إلهي راهدو تتك يوحرن أو جعل نقاهير يسوقون مصر إن شاء الله سيد كل إله أجعاود دونا تتك إني وحكو جدا ربان إن شاء الله ملك استوي جلسوا حريري كرتين ديار واي إن شاء الله إن يوتيوب كي ويا لا نبر كي يوتيوب كي لا هذا أباهته وكر هذه كرتا هدف رين إيش قرتنا وإيه هلي دونتا إن شاء الله مئه تتك أو ماركنا إني ماركتي إن الفيرسان تتك كسي قدبان إن شاء الله أسحبتي الأدي هذا يقيم سنتين يوتيوب كم في أفرينها ومدة صوماليات يا مركا أنت سكسوت تجنو عوا جالانجي أيام مشان كهايا أو إيه إن قبل الصوماليات إيه كسو حلين قف إسكت ضي يسو مركز طبعا إني صومالي ذا ماركتي سي أنا جرين أو ماركتي فالس إيه العق أقعدتو مركا ساسو كلا ولا ليه صوماليات إنا كدي توناتين أيام جالانجي كان أقصو حلي إن جواهر إيو فادم أو جوكتو ودك صومالان إن إيو جواهر جوكتو ودك أنا أنا جوكو إن مصر إن أياك سو كلا حلين مركا إن شاء الله جروب أي إسكوبي مدن لف إيه أي كسو وده حلين مركا جالانج إيه دتك ده كسو جالانج كرين واي مركا أنا جانا جالانج جاس وان كان مرتوسدي إيه جالانج جاس أنا جانا وقصيا سببته إيه حواي دتك أنت وعد كي جاري وإنا جاسيا سحبتي وحرن عشور أوفيشال إن سي أنا إذا كان قادم سببين إن قف أذا بيرجع أجينناها إن ماري كوسو كنت وحي تا أذا أجينا لعق إنا إسك قدرنا قرش أدر أذا أدرنا ضلا جيران كو مارك تسيحن أو استمعنا لعق تا وبالود لحتى وبالود إنا كج شيء ما نكر نك ج شيء وحي شيء يعني وحي دفع أنا كلا أجينناها مارك ولا ليه سومالي ذو تاس إنا كدكتوناتين أيا جالان جيران أسوقاتي مارك جالان جيران دتك ومدة سومالي ذو دن ملكست إيجوغان عالم كمان كست إيه أجنورين أي قصتي سامر ك إيه دقيس هذا إن شاء الله بالقبلها وحيد ما مش كذا إيو عزون تأيده كنال إن الله مستعان إن ذاك اللي هو يسومالي يعني هرجي تأيده جوت أنا بقاهرة جوبه إن وحنا عاو إن ولي بسق حق إنه تهاي صافي لايو إن فاطمة هو وقت دمبة وحنا عاو أصوف السنة مثلنا هل كان إذا وقت دمبة أتهاي أيده عروه هاي صافي أنا بمانت يعني بري أرتي لشقاء أنا عاوقتي يعني اللي صوفة للسنة ما أهم دم أنا قلت كل جينا سجاهم دينه ودم أدين ك الصومالي أهان أدين دنيني وودنا ودناها مرة بالصومالي إذا قف مرك أكان ضد كان وضد قلب الأول صومالي هو حربتها هذا لكن صومالي هو حشرف كل هذا أنا ما أنت جواهر أنا بقى أنا أبى تسنين ما أنا بحي ويديان فاطمة ما دي بقى كويس محا أمها أنت صومالي وضد إيش قدام قلا مرك إن صومالي سأم جواهر وحكاية ليس سيد الصومالي يسكوك دم قدان يو سيد وناكسن اي ماركين و يسكوكو هيليان صومالي بين ماهن صومالي ماهن انت اي مارك تي اي عدي تاقن تاي اي مارك تي قفتو كفورارتو ان سيد دد كدعي واي او دد كود او دم قدان او دد كود مارك تهرو اسو استاقان ويديكا قم هاد اليها سيد وناكسن دد كدباتي سن او عاوسين ما شاء الله ميشي نكسي ودا و او دا دالاني انا وحاكور اسعاوينو قرب اسكي استاقنو إن صومالي سيدا ما ركت أنا قل لباتن سنة أيام قرب كنا لهاي أن جوج قرب الأحداث إن لباتك هالسنة صومالي ذا ضد كأدنبي جاو حي ما ركت كحنتان إني صومالي هين ضد سود مقدان ضد استوهي ليان ضد استو ما ركت هاي مركي ما ركت قفت لباتي سنة هاي سو قرب استهجان ما شاء الله إن ضد كي إن أساس وأمال أنا حتى كفر حسن هاي إن آدي آد مرك إن شاء الله بل وحا إذي قيها لبت لغا حدلا إن شاء الله مرقا قبل واتنا إيدا وكا حدلا يسو بل سيدا لو سوى عدق السيد إن شاء الله وحاويان أريد أن هدلا هدي أي نوق دقرنا وحبا إن صوى دمري لبدي إنما تاس أيا كنتين إن سسور هاد سنو تاس أيا كنتين إن هل كان عاو صوى دفري سنو إنو ووذا تشيرا ورنتي أريد تاسي هدان
gabadhii tiri kelyahayga ayaa mid ka mid a layga xaday. Ninkii iqabay ee ubadkayga aabahood ahaa ayaa lab heshiiyey dhakhtar oo iga xaday kelyoobar laasiyar meelahaas aad soo daayay. Runtii waana ugu noqon kartaan channelkayga, weli maan tirtirin. Jawaahirna waxaan ku idhahaa tirtirin si walaalaha markaan uga hadlayno aanu u tusno channelkii. Walaalaha qaar baan qasadaba maqlin. Been badanaa oo been badanaa been badanaa balnaagtaan been badanaa qashinaa layga soo helay, keliyaa laygala baxay adduunyoo dhan. Waxay sheegayso hal xabo kama jiraa lagura jawaahir saasay lacag aga qaadatay. Gabadhan Faatima dhahay saasay waxa kori lacag aga gurubsatay. Bal siiya socda insha allah wareeraa ka dhaca. Walaalo ugu noqdaan qisadii oy u dhegaystaan oo hadalkan ay bilowgiisi meeshu kasoo bilaabay walaalaha aan la soconay u arkaan. Marka walaalayaalow, gabadhaasi waxay markaa igu tiri aniga nin baa keli iga xaday, waxasuusataan program life ayaan qisadeeda kusoo daayay. Wallaahi waan adkaysan kari waaye programkii oo aan soo daynayay ayaan ku dhex ooyay ya. Markaasaan ilinta iyo duufka isku daray oo xitaa kiniinigiis agtayda uuna oolin, ilaa qofku markuu soo diyaar garoobo markuu ogyo qofku inuu ooyi doono jawaahiray uun iska noqdo isagoo diyaar baahay. Waxaan kugu yidhi waan murugooday, aad iyo aad baan uga murugooday. Haddana same time anoo qisada soo daynaya ayaa waxaan idhi anugu waxaan fahmi waayaan idhi qofka dumara marka ilmo lagu qalo raximka meeshuu ku yaallo waa xudunta hoosteeda, xudunta iyo inta ka hooseysa. Haddaba intaasi kelidiina waa tan oo dhabarkii bay ku taallaaye. Sidee looga soo saaray xubinta dhabarka ku taala xudinta hoosteeda, sidee looga soo saaray? Waayo waxay anaga ugu tiri, anigana markaas igu tiri jawaahirna ku oran doontaa sanad kadib. Maxaa tiri baa la ogeyd jawaahir Faatima mana okay. Waxaan aniga marka ay igu tiri ilmihii koowaad ayaa lagu qalay. Ilmaha koowaadii waxa weeyaan saddex mataana ah, bal hadda arrintaa eega saddex mataana ah ayaa laygu qalay. Saddexdii mataana ah markii layga soo saaray ayaa kelideediina layga soo saaray. Maxaa dhacay? Ilmihii ku xigay uurkiisii walaciisii baan xanuunsaday oo dhakhtar baan tegay. Dhakhtarkii baa ii sheegay ya mise ilmihi saddexaad may istafurla ilmihi saddexaad baan ku ogaaday ninkuu ka tegay. Da'dii saddexaad bay ahayd. Waxay ina leeday gabadhani waxaan dhalay saddex da'aad, saddex uur walba waxaan ku dhalaa saddex saddex caruura ya. Saddex caruura ilmihi koowaad dhashay, uurkii labaad saddex caruuray dhashay, uurkii saddexaad walaciisuu ninkii ay kala tageen. Kadibna markay dhakhtarkii tagtay ayaa maxay ahayd way xanuunsatay. Markay xanuunsatay dhakhtarkii ku tiri maxaa iga siiya, ayuu dhakhtarkii ku yidhi keli baa kaa maqan. Iyo siday kelimaqantay anu garamaya laakiin keliya kaa maqan oo miyaan ku dhashay maya kumaa dhalane waa lagaa saaray buu dhakhtarkii ku yidhi. Jawaahir sasaa kumay odhan bizabt sidaas Soomaaliya dan iska jabayba nin raggii Soomaaliya shantii Soomaaliba way jabeenba balaayo walbo dhacda ninba Soomaaliya sameeya la taagan yahay. Maka waxay tidhi ninkiiba aniga saa igu sameeyey nin xun buu ahaa. Waxaan ku yidhi dhakhtarkii magaciisii miyaanad garane hospitaalkii. Horta maya sheekadaas way noo dambaysaa inaan tari markaa anigoo cajiib ila tahay waayo qofku markuu maaragtay anatomiga amba jirka bani aadanka wax ka yaqaano dee wuu garanayaa inaan xubinta halkaas ku taalla dhabarka in agtiisa laga jeexo mooyaan halkay ku beegantay xubin walba meesha ku beeganta laga jeexa. Iminka marka beerka lagaa qalayo beerku meeshuu ku beeganya lagaa qalaya waduhu meeshu ku beeganya dee lagaa qali maayo. Waa iska logical, waa wax qof walba garan karo, ma waana qofku inuu cilmi gaara u leeyahay. Haddaba waxaan ku yidhi walaalay siday u dhacday maya saasay u dhacday oo saasay u dhacday waan yaaba. Waxaan isiri dee qof dhan oo weynoo barooranayso ooyayso magaranaysa kule saasay igu dhacday dee adigu waxii la yaabu kugu yahay laakiin haddana qofkii weynaa kama rumaysanaysid been buu sheegaya. Aada weyn haddana qof dee dhibaato intaa leeg saadsanaya ma filanaysid. Cala ayi xaal gabadhii arrinteedii waan soo gudbiyey anigu xilliga aan soo gudbiyey sanad ka hor waan ooyay meeshii baan ku dhex ooyay. Meeshii markaan ku dhex ooyay programkii aan ku dhex ooyay walaalo badan baa ila ooyay. Subaxnimadii waxaa soo kacay habeen bay ahayd goor dambe haddaayo kale. Waan iska seexday markaan programkii dhameeyey. Subaxnimadii waxaa soo kacay jawaahir iyo walaalaha na dhegaysanayo dhammaantiin na daawanayo dhammaantiin iyada oo telefoonkaygu buuxsamay. Walaalo igala soo hadlaya meel walba intaan hurday maray walaalay inantaasi meel anu markaa waxaan idhi dhibaata inantan haysata dhibaataasaa ku dhacday maaragtay haloo duceeyo. Waayo anu programkan waa aragteen barnaamij youtubekayga ilaa hadda lacag cid ugama ururin
بيكوز dad badan oo hore oo la cadeeyo qof kaliya oo nuunuhu kama hoos hadlayo dadu doonaba hada ilma ka hoos hadlaya ma jiro aniga waa ogtiin laba garuur waa weyn baan haystaa ilaahay baa wax leh yani marka sawa aragtana no life ku galayo iga aamu sare amba eegaya ama iyaga ay akhfadiya yani qofku marka u bad leeyahay wa ka ad wala maqlaya wala arkaya arruti hadaba arruti aad laga aqma qalay in teeda kale waxa jira saddex saddex mataana ayaan dhala waxaan ku wulay marka dhashay ma dhaqtarka lagu sii dhigaayo yani ilmahan imika dam ugu dambeeyay dhashay oo kale in markii ilmahan lagaaga soo saaray matalan ba kelida goorma laga soo saaray dhaktarkii intee leeg baad ku jirtay maxaana ku dareemay dhaktarkii yani waa warwareysay waxay igu tiri dhaktarka waxa lagu geeyay sharci ninkii iqabi jiray walaashiisa waxaan raacay ba tiri markaan umulayo kelida laga saaray ilmihii koobaad laga saaray ninkii iqabay hooyadiis iyo walibana in walaasha sharcigeedii ayaa lagu geeyay dhaktarka marka waxaan ku yidhi hospitalka lagu geeyay magaciisa ba taqaana hospitalka wiil ayaa ila soo hadlay ani waxaan idhi caruurtaada ku tusinaya ballan waay beri waa ku tusinaya caruurtaada maxay waay ay agtaada ugu oyn la-idi waay caruurtaada codkooda u maqli la-ah qolka kaley ku jiraan intay ku jiraan xoogaa saddex habeen marka iga maqnaatay isoo wacday waxay dhahda dad badan baa isoo wacwacaayo allahu mustacaan gurigaa shurta loo balaqay dabcan sacuudi carabiya ani sabc wax badan kuma noola laakiin sabc siniina ah magaalooyin oo kala duwan oo sacuudi dhexdeeda aan ku noolaa ma fahmaysaa markaasa waxay shurta loo balaqay haa gurigeyga naagti ninkeyga ah oo hooyadiisa ahayd baa shurta u balaqday marka ani midaa leeyahay bartilmaameed yani guri baa naka bartilmaameed kuma socdaan bartilmaam gurigaas waxbaa sika ah sidaas yani bartilmaam laak waa been marka la yiri ilaa hadda wallahi bila ana madaxeyga tinteeda taagtaag muta ku dhaha wallah bismillah youtube faadumuna taga haddaa rabtiin asoo dhammaystiran oo ku jiraa ya ilaahay kuma darnaadee naagtan barbagaando ayay eber dadka aga dhigtay yaana idiila dhicin soomaali maxamed ee qofta meeshay joogto qof aad taqaan u adeegso ha soo aragto sagaal cunugaa lagu yiri saddex saddex mataanahan dhala cimrigaad meelay ka dhacda male been saas sagaal cunug oo faalse eh meelay ka dhacdaani ma arkinaana marka adduunku waa waxaa la yaabo soomaali maxamed ee been tan ka badan looma adkaysan karo ilaahay dembigeen ha cafiyi dembi waalidkeena kow dhaha kiliibka waa batay 15 daqiiqo u socdaa kiliibka intaan kusoo afjaraa insha allah youtubekaas kasoo faatim muna alayidhahdaa haddaa qorto aniba isoo baxay waa kuusoo baxaa insha allah saxaabteeda kiliibkan waa dheeraada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu